عبر البحرانيون عن تمسكهم بقضايا الأمة وخرجوا في احتجاجات واسعة تنديدا بتوجهات النظام الخليفي المستمرة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وأقدم محتجون غاضبون في بلدة أبو صابع والشاخورة على أغلاق الشوارع بالإطارات المشتعلة تعبيرا عن رفض التواصل مع الكيان الغاصب، ووصف المتظاهرون التطبيع مع إسرائيل بالأمر المخزي. من جهتهم جدد أهالي العكر عنفوانهم وخرجوا في مسيرة غاضبة تضامنا مع المحكومين بالإعدام. وعبر الأهالي عن غضبهم إزاء تمادي النظام الخليفي وعلى رأسهم حمد الخليفة في ظلم شباب البحرين عبر استهداف ممنهج ومدروس لتصفية السكان الأصليين أو تشريدهم. وبحسب ما تظهر لقطات نشرها ناشطون فإن صدامات وقعت بين المتظاهرين وقوات النظام استخدم من خلالها المرتزقة عددا من الأسلحة الممنوعة دوليا. وتعم البلاد تظاهرات واحتجاجات تأكيدا على استمرار الثورة والتمسك بأهدافها الأصيلة وعلى رأسها إسقاط النظام.